بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن موضوع مهم، وهو تشقق الشفاء. تشقق الشفاء وكان موضوع بالنسبة لي أنا شخصيا كان موضوع مقلق ومزعج، و أخذ مني سنوات عديدة للعلاج. كينا مدين نقول أني الشقق الشفاء بيقولوا من سببه نقص فيتامين، نقص حديد، نقص معادن، سيلينيوم، مش عارف ايه، كل ده كويس الحمد لله، لكني اللي مش كويس انه ما عملش، ما اشتغلش، او اشتغل شويه صغيرين وبعد كده يبطل، ولم ينفع معه، ما ينفعش معه الا اللي هقول لك عليه دلوقتي. يبقى تجربتي انا في تشقق الشفاء انها مشكله عويصه، هي اساسا بسبب متلازمه الايض، اللي هي ضغط مرتفع وسكر مرتفع كوليسترول مرتفع، احكي زي ما انت عايز فيها، ونتج عنها مزيد من المشاكل ومزيد من الـ من الـ الـ الأشياء الطبية التي سنتكلم عنها في وقتها. إنما اللي أنا عايز أقوله إنها هي مشكلة عويصة بتقابل بعض الناس، مش كل الناس، ويجب أن تحل بطريقة عادلة، بطريقة سليمة، وإلا سوف تأثر تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان. بنقول كيف حلتها أنا. أنا مشكلة إن أنا مريت من مرحلة الصيام، وكان صيام متقطع، وبعد كده كان صيام مية بس، حسوا فقط حوالي 18 كيلو وزني، ثم بعد ذلك صيام عن الخبز، وهو الذي استمر حتى اليوم، وكان هو الأساس في ضبط صحتي وضبط السكر بدون أدوية. كان هذا هو الأساس. لما اللي أنا عايز أقوله إني لو جينا نحل المشكلة بطريقة هادئة وسوية، فإنه يجب علينا أول حاجة ننظر إلى الفركتوز، وهو سكر الفاكهة، هل هو الفركتوز زايد ولا لا؟ لأن الفركتوز زي ما أنت عارف هو أساس المشاكل التي نحيا بها. والله الفركتوز في مشاكل يجب ان احنا نتعامل معها، يعني نقلل الفركتوز، نقلل الفاكهه، نقلل المعجنات، نقلل وهكذا السكريات بصفه عامه، نوقف الخبز اذا امكن، نوقف كمان دخل علينا كمان حاجات في غايه الخطوره، كان ليت انها سبب في تشقق الشفاء، وهو الحليب. وجدت انه يعني انا شخصيا عندي حليب، عندي مشكله في الحليب، وبعد كده وجدت في مشكله في اللحمه، لكن اللحمة يخش فيها السن دلوقتي فوق 60، فيجب أن يكون اللحمة قليلة،
وهذا يعني التزم به وهو مهم. منتجات الألبان يجب أن تجرب أنها تقفها، لأنها تكون سبب أساسي في اعتلال الصحة. على أي الأحوال، أول حاجة تتم العلاج بالفركتوز، ثم نظبط السكر أو التخلص من مرض السكر، وهذا هو الأساس في الموضوع. إذا تخلصت من السكر، إذا تخلصت من كل حاجة بتزيك، لأن السكر هو الأساس في المشاكل التي تحدث في جسم الإنسان. السكر هو الذي يعني يدير كل المصائب اللي بتحصل للإنسان في الحقيقة على وجه الأرض. لكني احنا على الأقل بنقول إن تشقق الشفاء هو سبب السكر وعلاجه السكر. إذا لم يكن هذا، فيعني يجب أول حاجة في العلاج هو السكر، ضبط سكر، ضبط سكر. بعد كده يأتي الحاجات الصغيرة اللي هي نقص فيتامين مش عارف إيه، ونقص فيتامين إيه، ونقص معدن إيه، ونقص كذا كذا، هتخش في مشاكل لا حصل لها. لكني أساسا هو العلاج السكر. إذا ظبط السكر ظبط العلاج. وبعد كده اللحمة بصورة أقل، وعند الناس الكبار يجب أن يتوقف اللحمة، أو يجب أن تؤكل بحذر شديد. اللحمة والفراخ، اللحمة والفراخ يجب أن تؤخذ بحذر شديد، تؤكل مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع. لكن في هذا الأثناء يجب أن نكون أن نقول أنك أنت إذا توقفت عن اللحمة، وتوقفت عن المنتجات الألبان، وتوقفت عن الخبز، يبقى لازم أن تتجه إلى الدهون. يبقى تفتح فيها شوية، تاخد في الدهون وما تخافش، لأنها هي يعني هي الأساس دلوقتي. يعني أنت هتبطل اللحمة، وهتبطل الخبز اللي هو الدهون اللي هو النشويات، ومش هتاكل دهون، هتبقى صعبة. يعني أنا مش هتاكل حاجة خالص. فوجب عليك أنك تتبع هذا النظام، وتبدأ بما بدأ به السكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تنساش لايك وشير وتفعيل الجرس واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.